السلام عليكم، تحية كشفية والتهاني للذكرى التسعين. وأستهل هذه الكلمة بتقدير مجهود محاضرة زميلي القائد والأستاذ الجامعة الدكتور فوزي الزراعي على الإفادات التي قدمها لنا بالنسبة إلى تاريخ حركة التشفية على المستوى الوطني ككل، ونحن سعداء بحضوره بيننا، كما نحن سعداء بحضور كافة القادة والكشافة بالوطن القبلي وجهة الوطن القبلي، جهة ممتازة وساهمت المساهمة الكبيرة في تاريخ الحركة التشفية التونسية بصفة عامة. لو تسمحوا بعض الأفكار بعجالة على تاريخ الحركة التشفية بجهة الوطن القبلي بعجالة في عهد الحماية. عندما نقول نابل راهو ديما نذكر الوطن القبلي، خاطر كنا كان ثم تضامن كبير، تضامن بين جميع مدن الوطن القبلي في الحركة الوطنية في عهد الحماية. التأسيس بتاع الحركة النقابية في الوطن القبلي حسب المرجع بتاعي اللي هو سي محمد السلاحس، الله يعرفه ويذكره بالخير ولا يرحمه. وقتها قمت بدراسة حول الحركة النقابية، الحركة الكشفية في الوطن القبلي في عهد الحماية، ونشرتها في مجلة محكمة علميا حوالي في سنة 2004 2005. عاد المصدر من بين المصادر نتاعي كان سي محمد السلاحس، عاد يقول ان الحركة كما قال الأستاذ فوزي الزاهر، ان الحركة التشكيلية التونسية بدات حوالي سنة 1933، لكن التأسيس الواقعي والملموس بالنسبة لنابل في جهة اللي معناها في 38. وتجمع دخول الحركة وقفت على ساقيها بقوة وبتقدم كبير في سنة 46، حتى تصدر بعد الحرب العالمية الأولى، وتشهد الحركة الوطنية على لحظة كبيرة بتقدير حسب الديوان السياسي في جميع المنظمات، ومن بينها الحركة الكشفية. هنا كذلك أنا سعيد أني التقيت بعدة قادة من جهات محلية من الوطن القبلي، مثل قريم، قليبيا، سمعة إلى آخره. هذول أنا سعيد لأنه عندما جيت نكتب في التاريخ الوطن القبلي الكشفي ما تمكنتش بالاتصال بهم، وهذه تقعد ثغرة، وإن شاء الله مستقبلا نتدارك هذا التوثيق، باش نحب أنا نذكر الناس الكل، كل من شارك أو عنده مكانة يجب أن يكون مذكور، ولا يقتصر الذكر على بعض الأسماء فقط. نرجع للتاريخ، يقول لي سي محمد السفيقسي كما قال الأستاذ فوزي الزاهر، أن تأسيس الحركة الكشفية كان على أساس تربوي، على أساس تربوي، هو تكوين النشأ. المهمة التربوية أساسية. يذكر سي محمد السفيقسي دور سي مصطفى، المرحوم مصطفى بن زكريا، يذكر برشا تأثيره في تأسيس الحركة في الوطن القبلي. وأمر بعجالة حتى نحاول ما نفوتش الدرجين، أنا أعطيه الدكتور. بعجالة بعد 46 قوات الحركة مع حركات المنظمات الوطنية كلها. وهنا اذكر الصوره اللي قدمها زميلي فوزي حول الجاليه بن مصطفى وفرحات حشاد، وثم كذلك ما ذكره هو القائد الجهوي سيف الدين المشاط حول علاقه الكشافه بالحركه النقابيه. هنا اسمحوا لي انه التاريخ المحلي من اهميته والاستفاده بتاعه انه يدقق ويوضح التاريخ الوطني، فهذه فكره وطنيه انا ادققها الان محليا. فاول اتصالي كان بالموضوع بتاع الحركه الكشفيه هو الوثائق بتاع تاريخ الحركه النقابيه في الوطن القبلي. عندما تاسس الاتحاد الجهوي للشغل بنابل بقياده الامين العام بتاعه محمد الغول،
اللي هو والدي صدفة هو والدي، لكن هذا ما يمنعش أن يقدم تاريخه بطريقة موضوعية. عاد في قاع التأسيس في بداية 47، وكان الاحتفال بعيد الشغل اللي هو كما تعرفوا غرة مايه. وعندنا الاتحاد الجهوي حب ينظم غرة مايه 48، السلطة الاستعمارية نادت الوالد وفرضت عليه مراقبة العام بالمالية وفرضوا عليه شروط باش يقادي التظاهر عند غرة مايه. من أهم الشروط هو سبيستر، هو النظام، تحملته مسؤولية النظام تاع التظاهر. لشكون التجأ باش ينظم له ينظم معاه التظاهر؟ إلى الكشافة التونسية بنيابة، وهذا من مذكرات المرحوم محمد الصفاقسي، وعندي تصاور توري التظاهرة هذه كان معناها جاء في بالي راني شفتهم في 47 مع الشباب تاع الكشافة ينظموا هذا التحرش. حبيت نقول لكم اللي راهي الحركة الكشفية والجيل الأول من الحركة الكشفية كانت له فضل في مساهمة في حركة التحرير والوضعية التونسية. في التيار وفتيات. هم جيستافا ونمر بعجالة إلى 52. في 52 تكون المشاركة الكشفية هامة خاصة في المستوى النسائي. وهنا نذكر بالخير المرحومة آسيا غلاب، القائدة آسيا غلاب، ومن معها من الفتيات اللي هي كونتهم وقتها كانت مدرسة البنت المسلمة في بوغدير في نابلس. هي ثاني مدرسة للبنت المسلمة في البلاد التونسية، تكونت بعد بتاع نهج الباشا في 1908 كانت تخدم فيها آسيا غلاب، وهي القاعدة كونت لها الفوج. في 52 وقت اللي تم إعلان الثورة على الاستعمار في 18 جانفي 52 وتنظمت مظاهرات وطنية، الشعب في نابلس والاتحاد النقابة الوالد وعبد السلام الديباس وغيرهم اتفقوا أن الطليعة تاع المظاهرة مش تكون نسائية، وأوكلت مسؤوليتها إلى المرحومة آسيا غلاب. وجيش دوار جرحت آسيا غلاب ثم بعد اعتقلت، وفي تصاور هكا موجودة نتاع اعتقالها في المعتقد في المحتشد، والزعيمة في بورقيبة كيف شافها وهي وقتها تطلع في صغيرها. وقت اللي دخلت المحتشد وما فماش برشا نصيف المحتشد، استغرب الزعيم بوجيبه قال جابك لينا؟ قالت له اللي جابك جابني، حب يقول الوطن وحب الوطن هو اللي جابنا. وهذه معناتها من الصفحات الهامه نتاع التاريخ. دونك هذايا 52 وتواصلت معناها الحركه العقبيه، واقف عند هذا الحد نتاع 56. من 56 كما قال الزميل فوزي الزارع مشاع المؤتمر الوطني وتأسيس الحركة ككل، وننطلق وقتا الحركة الكشفية في تونس المستقلة. إن شاء الله ديما تونس مستقلة ومنورة بشباب وأجيال الكشافة التونسية. مع الشكر. بارك الله فيك، سأشيلك فرا. مشكرا.